السلام عليكم. في الذكرى الخامسة لمجزرة جمعة الكرامة، وبعد 5 سنوات أحداث لم تمحى من ذاكرة وطنية وثورة وشعب. المشهد الوطني لثورة 11 فبراير الذي التف حولها الشعب اليمني بمختلف أطيافه وشرائحه ومكوناته، كان اليوم 18 مارس أحد تجلياته الكبيرة وأحداثه المفصلية في تاريخ ووجدان اليمنيين. إذا ما تحدثنا عن ذاكرة الكرامة سنعود إلى تلك الليالي المظلمة التي حصر فيها الشباب بالجدران من كل جانب. كانت الأخبار المتوالية حينها تؤكد أن اقتحام ساحات الثورة خيار يجب أخذه على محمل الجد. من 12 مارس إلى 18 في 2011 كانت لحظات التأهب للقفز خارج مربعات القهر، وكان النظام يعدها لحظات الإجهاز على شباب يجيدون فن النضال والاحتياجات المدنية ويلوحون بالورد في زمن الرصاص. فيما كان المؤمنون الشباب ونورهم يسعى بين الخيام يلوحون بالورد وبالحرية، كانت الكرامة تخوض جولتها المفصلية المهمة في حياة الشعب، وتعبر الصورة الواضحة من ميادين الثورة أنها اللحظة التي تشهد فيها اليمن مواجهة بين شاب حاملا وردة وابتسامة وفيسبوك وجملة مقدسة ارحل وشعارا مقدسا الشعب يريد، وطرف آخر حامل بندق ملثم حارق إطارات قانص لحظة لينهي حياة أحدهم. نحن الآن في الذكرى الخامسة، بينما لا تزال الذكرى حية ومتجددة كل لحظة، ولا يزال القاتل طليقا. ففي مثل هذه الليلة كان من المفترض أن يكمل أنور المعطي عاما في طرق العقد الثاني قبل أن ترتفع أعمدة الدخان ويتم إطلاق النار على رؤوس الشباب وصدورهم. ما الذي حدث في جمعة الكرامة؟ وهل لا تزال ذاكرة الكرامة حية ويقظة في وعي الشباب؟ وكيف تم تخليد شهداء الكرامة والانتصار لهم ببناء وطن كريم؟ هل تعد المقاومة المسلحة خيار الشعب الثائر ضد النظام القديم الجديد الذي انقلب على أسس الحياة السلمية وارتكب الجرائم عندما أدرك أنه محصن لن ينال العقاب؟ حول الكرامة والذكرى والذكريات ستكون حلقة المساء لهذا اليوم، ولكن نناقشها بعد مشاهدة هذا التقرير. 18 مارس المجيد، يوم ليس ككل يوم وحدث ليس كبقية الأحداث. هنا صلى الناس وهنا واجهوا أكبر عملية قتل جماعي بدوافع سياسية في تاريخ اليمن. 3 ساعات فقط حصدت أكثر من 40 شهيد ونحو 300 جريح، ضج بهم المستشفى الميداني الفقير للإمكانات والغني بالإرادات. سالت الكثير من الدماء في ذلك اليوم، لكن التاريخ انحنى لهذه الجباه التي تلقت الرصاص من كل الاتجاهات وقاومت وأسكتت الرصاص بطريقتها. لم يكن القتلة القناص المحترفون الذين وزعوا بعناية في كل الزوايا سوى أدوات سيئة لمشروع أسوأ أراد إسكات هذه الجموع الهادرة التي نادت بالحرية فاهتزت بسببها أعمدة النظام العائلي الفاسد. دماء ثوار الكرامة أروت الأرض فازدهرت الحياة وترسخ وعي لا سابق له بضرورة التغيير وفقا لإملاءات الشعب، لا بناء على إرادة الحاكم يمنحه حينا ويحجبه معظم الأحيان. تصدعت دولة المخلوع صالح وتداعت بشكل خطير، فحاول تداركها بإجراءات إقالة الحكومة وبإعلان حالة الطوارئ. أراد أن يقول حينها لا مجال للاستقالة فأنتم مستقيلون، ففقد المخلوع توازنه وكاد أن يتهاوى حينما فشل في أن يقطف ثمرة المجزرة الدامية التي تحولت إلى عنوان بارز للكرامة اليمنية ولعنة تطارده حتى اليوم. أراد إسقاط الثورة فأسقطته الثورة وأحالته إلى رئيس برتبة مخلوع، وألجأته في خاتمة المطاف إلى أن يتحول إلى زعيم عصابة مسلحة تقاتل اليمنيين بكل سلاح الدولة المحتجز لديه في الحرب الأهلية التي فجرها المخلوع باسم الحوثيين سعيا منه لاستعادة السلطة، وما تزال تلاحقه في كل الأقبية المتاحة له بصنعاء. دون المخلوع صالح شهادته عن جمعة الكرامة وأراد توزيع دم الشهداء بين القبائل، لكنه افتضح من حيث أراد أن يوارى سوءته ويخفي مسؤوليته المباشرة عن هذه المجزرة الأبشع والأدمى في مسيرة ثورة 11 فبراير 2011. مضى التغيير في طريقه، وإن تغيرت أدوات التغيير من ثورية إلى سياسية، ومنح المخلوع وأعوانه حصانة غير مستحقة
ما أغرته على تفجير حرب أهلية واسعة النطاق، لأنه ببساطة لم يخش العقاب ولم يفقد شهية السلطة ما دام في الجعبة سهام قتل مأجورة. أغرته على المضي في الطريق المضمخ بالدماء. ما من نهاية أسوأ من هذه التي تحيط بالمخلوع صالح ومساعده هذه الأيام. إنها العدالة الإلهية التي تنتصر للحق حينما تتخاذل عدالة الأرض وتبلغ حد التواطؤ. مشاهدينا الكرام، لمراجعة هذه الذكريات من جمعة الكرامة وللبحث عن دلالتها في هذا الوقت، ينضم معنا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور أستاذ آسيا. هذه هي الذكرى الخامسة أستاذ ياسين لجمعة الكرامة. بداية، ما الذي تحمله هذه الذكرى من دلالات في هذا الوقت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المناسبة يعني في تقديري ليست ككل المناسبات كما ورد في تقريركم. هذه مناسبة يعني شكلت نقطة تحول هامة في مسار التغيير في اليمن. هي حدث وطني كبير جدا له ما بعده، وأعتقد أن ما قبل جمعة الكرامة ليس كما بعد جمعة الكرامة. جمعة الكرامة حدث سياسي وإنساني بامتياز. سياسي لأن الجريمة التي نفذت، جريمة الإبادة، نفذت بدوافع سياسية ولتحقيق أغراض سياسية. وهذه الجريمة للأسف الشديد، رغم أنها تدخل ضمن تصنيف جرائم الإبادة ضد الإنسانية، إلا أنها لم تحظى بما تستحق من العناية القانونية، لأنه في نهاية المطاف الأجهزة القانونية كانت في أقل ما يمكن وصفه بأنها غير مؤهلة للتعاطي مع هذا الحدث، لأنها كانت أيضا هي تخضع للنفوذ السياسي لنظام المخلوع صالح. لكن هذه المناسبة على الرغم من الدماء الكثيرة التي سالت، فإنها بقيت في ذاكرة الناس، يعني شحذت الهمم، أضافت دفعة قوية جدا للناس، زاد زخم الثورة، زاد إصرار الناس والشعب اليمني على التغيير أكثر من أي وقت مضى. الناس الذين تدافعوا إلى ساحة التغيير بعد مجزرة الكرامة في نفس اليوم، وعلى الرغم من محاولات مستميتة من جانب قوات الأمن الخاصة لاقتحام الساحة، إلا أن العدد الكبير والمهول من الناس الذين تدافعوا إلى ساحة التغيير كان يعني بأن هذا الموت وهذا الدم أضاف روح جديدة للثورة، أضاف إصرار مضاعف لدى الناس ورغبة عارمة في التغيير، عرت الصورة التي كانت تتخفى لرأس النظام علي عبد الله صالح. كان الناس إلى ما قبل جمعة الكرامة يعتقدون أنه النظام يمكن أن يقبل بالتغيير، يمكن أن يحدث أو تحدث معه نوع من المصالحة، تقبل بانتقال سياسي معين. لم يكن الناس يفكروا حتى أبعد من ذلك، لكن بعد جمعة الكرامة زادت نبرة صوت الثوار وهم يقولون ارحل للمخلوع صالح. إذن هذا الحدث يعني ترك ندبا كبيرا جدا ومؤثرا جدا في جسد الوطن. هذا الندب يعود إلى أن الذين الشهداء الذين ارتقوا في ذلك اليوم، وعشرات بل مئات الجرحى الذين أصوبوا في ذلك في الجريمة السياسية، جريمة القتل السياسي بامتياز، لم ينصفوا، لم تهتم بهم العدالة. نعم. ولذلك هي ندب، لكن في نهاية المطاف دلالاتها الوطنية هامة كبيرة تحولت إلى وقود للتغيير. ولهذا ستبقى هذه المناسبة مناسبة مهمة جدا في ذاكرة الشعب اليمني، ومدعاه لاستثارة الوعي باتجاه التغيير والحفاظ على مكاسب ثورة التغيير. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ياسين أن تنضم معنا عبر الهاتف أخت الشهيد ناصر الأصبحي، الأستاذة فكرية الأصبحي. مساء الخير سيدة فكرية. أهلا بك أستاذة فكرية. بداية، يعني تمر 5 سنوات حتى اللحظة يتجدد فيها الجرح أستاذة فكرية باستعادة الذكرى المؤلمة لما حدث للشهيد وصحبته.
أود أن أسمع منك، ما الذي يمثله هذا اليوم بالنسبة لكم كأسرة شهيد؟ طبعا أريد أن أقول أن جمعة الكرامة كانت تحول للمجتمع اليمني بالتب، وتحديدا جمعة الكرامة كانت هي تحول من ثورة شباب إلى ثورة شعب. بدماء شباب ثورة 11 فبراير كانت هناك بعدها عدة مجازر وتحدث تحولات كبيرة. طبعا شهداء جمعة الكرامة كانت هي تضحية الشهداء الأحرار بكرامة وطن، وعندما خرجوا شبابنا خرجوا من أجل استرداد الوطن من الأسرة واسترداد المطالبة بحقنا بالحياة في دولة مدنية خالية من منظومة الفساد على عبد الله صالح وأتباعه. طبعا اليوم قرينا في شريطكم وأنتم كاتبين جماعة الكرامة القناص لم يتوقف بعد، نعم لم يتوقف بعد ولن تتوقف الجريمة. لماذا؟ عندما يحصن القتلة تصدق أنها هي تماديا للقتل واستمرار للقتل. نحن أنا كأخت الشهيد ناصر الأصبحي الذي استشهد في 18/9 والناطق الرسمي لأسر شهداء الثورة السلمية رفضنا هذه الحصانة التي أتى بها علي عبد الله صالح والتي أتت كمبادرة خليجية لحمايته، ولكن هذا الإنسان الذي تمرد على 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 الجميع وتمرد على من حموه. نعم. فكانت الحصان يعني كانت الحصانة هي يعني كان هناك رفض فكري، يسمح لي يعني هناك رفض كبير من قبلكم كأسرة شهيد وأيضا من قبل كثير من الشباب لهذه الحصانة كحر أي كان من يكون. نحن كنا نتحدث وما زلنا نتحدث وما زلنا فتحنا القضايا وعلى أساس الحر على أساس المحاكمة طالبين بالمحاكمة. نحن لا نقبل بهذه العدالة، لا نقبل بهذه الحصانة. قلنا لهم تكرارا ومرارا إن الحصانة هي مزيدا من الدماء ومزيدا من سفك الدماء. نحن نتحدث اليوم في تاريخ في مرور 5 سنوات على مجزرة جمعة الكرامة، وهناك يعني وضحت بالرؤية واضحة إن علي عبد الله صالح والحوثيين ما هما إلا وجهان لإجرام واحد. في تاريخ 3 فبراير 2016 يوم الأربعاء نزل في موضوع أن القوات الميليشيات الحوثية أطلقت من السجن الحربي قناصي جمعة الكرامة وبثته في قناة المسجرة. تمام. إن دل على شيء دل على أنهم وجهان لإجرام واحد. وكان طيب أنتم يعني وأنتم تتابعون الأحداث وأحداث يعني أين القناصة وأين ذهبوا، هل ما كان يعني هناك أحداث يعني أو أخبار تقول بأن القناصة أخرج عنهم من سابق؟ نعم أنت تحدثيني عن على أساس نعم أنت تحدثيني عن تاريخ 2016 أفرج عنهم في تاريخ قبل يومين، يعني الخبر نزل في يوم الأربعاء 3 فبراير 2016 يعني نعم. قبل الاحتفال في 11 بمرور 6 سنوات على ثورة فبراير أطلقت الميليشيات الحوثية أطلقت على السجناء الذين كانوا محبوسين في السجن الحربي على تحت ذريعة أنهم سجناء معسرين، وكان من ضمنهم سجناء قتلة جمعة الكرامة كان من ضمنهم هذه الصفقة على حتى ترسلهم إلى جبهات القتال. وأكدت نيابة شمال غرب ونيابة الاستئناف أن اسمه بين وجود عشرات من المتهمين بارتكاب الجرائم من المجزرة هذه تم إطلاقهم، وقناة المسيرة جابتهم على أساس أنهم هؤلاء معسرين وتم الإطلاق عنهم. وهذا يدل على شيء يدعي لنا أن الذين انضموا إلى ثورتنا معلنين أنهم انضموا إلى ثورتنا وكانوا الحوثيين وتحديدا شباب الصمود انهم انضموا الى ثورتنا، وضحت انهم كانوا اداه للتآمر وانهم كانوا السبب. وهذه كانت فضيحه مدويه وتوضح ان هؤلاء هم المرتكبين الجريمه الحقيقيين. يعني والان نحن يعني اذا كنا من السابق كنا نسمع ان في جمعه الكرامه كانوا يقولون ان هناك من الداخل ضرب، فالان عرفنا لماذا كان الشباب لماذا الحوثيين كانوا يقولون ان هناك ضرب لشباب الثوره من داخله، فكانوا هم الاداه. طيب فكري اين وصل ملف يعني ملف قضيه نعم جمعه القضية. الكرامه تم تجميدها، يعني تم تجميدها بطريقه من قبل من كان كل من قبل الحكومه من قبل من؟ من قبل وزارة العدل تم توقيفها. وفي كل مرة كان هناك أسباب إنه حكاية القتلة والقناصين لم يتم الحصول عليهم لعدم معرفة أين وجودهم أو الخوف لنقلهم. يعني كانت هناك كانت النيابة تلعب يعني. وأتذكر يومها كنا في المحكمة عندما وقفت أمام القاضي
عندما قال أن هناك حصانة تم تعارض القانون اليمني، فنحن وقفنا له بالمرصاد، وقالت النيابة أنها لا تستطيع الحصول على القتلة، من ضمنهم محافظ محافظة المحويت يقولون عنه فار، وهم يعرفون أن أين موقعه. نعم، فنحن بالنسبة لنا قضيتنا لن تنتهي، هي قضية وطن بكامله، فليفهم الجميع أن ما حدث الآن وما يحدث الآن هو بسبب تفريط الدماء اليمنية، استرخاص الدم اليمني، هو الذي أوصلنا إلى شباب ثورة 11 فبراير وشباب جماعة الكرامة تحديدا، ما خرجوا من أجل أنفسهم، خرجوا وهم عارفين أنهم يقدموا التضحيات هذه من أجل بناء دولة مدنية. إذا شكرا لك فكرية الأصبحي أخت الشهيد ناصر الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. المعلومة التي طرحتها فكرية أستاذ ياسين، ما الذي تحمله مثل هذه الفكرة؟ يعني إطلاق من يتهم بأنهم مشاركون في قنص شباب ثورة 11 فبراير في جمعة الكرامة كما تحدثت فكرية وتعلن المسيرة ذلك بأنهم سجناء تم الإفراج عنهم، ولكن في الحقيقة هم أسماء متهمة من ضمن الأسماء التي ذكرت بأنها من نفذت مثل هذه العمليات. هذه حلقة من حلقات يعني الجريمة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم. القتل وحده كان فصل من فصول الجريمة، لكن إخفاء الأدلة، يعني حصر قائمة محددة بأدوات القتل وليس بالذين أمروا بالقتل وخططوا لها، يعني فصل من فصول القضية. إطلاق سراح المتهمين بالقضية من السجن المركزي في هذا الظرف في المضطرب من تاريخ اليمن هو جزء من صفقة يعني أبرمها المخلوع صالح مع الحوثيين الذين يمثلون اليوم واجهة يعني غير كاملة لسلطة الأمر الواقع في حقيقة الأمر. لا زالت الأجهزة تأتمر بأمر المخلوع صالح، وربما صالح أكل الثوم بفم الحوثيين. لا أقول هذا لأن الحوثيين طيبين، هم الحوثيين أسوأ من علي عبد الله صالح، ولكن أنا أعتقد في هذه الحركة التي عملوها الآن هو أكل الثوم بفمهم. طيب يعني وبالتالي الغريب أستاذ ياسين فيما هو أخطر من هذا، هناك معلومات شبه مؤكدة تقول أن أحد ذوي الضحايا شهداء جمعة الكرامة عرضت عليه مبالغ طائلة ولكنه رفض وطالب بالمحاكمة، وللأسف الشديد اليوم يقبع في السجن على يد الحوثيين، وهذا يعني أن هناك حالة اشتباك لا يمكن تبريرها إلا أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح يعبرون عن مصلحة واحدة وعن توجه واحد. طيب وعن الغريب أستاذ ياسين، يعني هذه ربما السنة الخامسة التي في كل ذكرى لجمعة الكرامة أتناول هذه القضية في إحدى الحلقات، نبحث عن لغز أين هم القتلة الفعليين. هناك يعني تم القبض على مجموعة على قناصة حقيقيين مسكهم الشباب وبأيديهم الأسلحة، وأحاديث كثيرة عن هروب، عن إفراج، عن يعني إلى اللحظة وما زالت السلسلة تزداد غموض عوضا عن أن تتكشف. لماذا برأيك؟ يعني منذ أن يعني حبسوا في الأمن المركزي، منذ أن تغير النائب العام، وحتى يعني في الفترة الانتقالية للحكومة الوفاق لم تقدم حكومة الوفاق أي شيء يخص هذه القضية، لماذا برأيك؟ بالتأكيد خضعت هذه القضية لابتزاز كبير جدا من جانب المخلوع صالح، وأعتقد أن هناك تغطية أيضا من جانب القوى الإقليمية التي عملت على احتواء الثورة اليمنية ومد التغيير الذي أتى من اليمن. فأعتقد أنه اعتبرت هذه القضية جزءا من صفقة سياسية رأيناها فيما بعد تتجسد في شكل اتفاق للمبادرة الخليجية، لكن جرى في عهد المخلوع صالح تكييف هذه القضية بشكل خبيث جدا. جرى إعداد قائمة بمن أسموهم قتلة جمعة الكرامة، وهؤلاء الناس عبارة عن أدوات رخيصة. أنا أعتقد أن حتى القناصة المحترفين لم يصلوا إلى قوضة العدالة إلا القلة القليلة منهم، وهم القناص الذين جرى تأهيلهم عبر أجهزة تابعة للمخلوع صالح. لكن كان هناك مجموعة من المسلحين المبثوثين في الشوارع وفي الأبنية على أنهم هم من قاموا بهذا العمل، وكانت القضية محبوكة على أساس أنه عبارة عن اشتباك بين سكان الحي وما بين نعم يعني وما بين لكن الجريمة واضح أنها يعني
كيفت على هذا النحو، لكن أعد لها إعدادا. طيب أستاذ تم ياسين، بإشراف الأجهزة وبتوقيع المخلوع صالح. نعم، حكومة الوفاق استمرت سنة تقريبا، لم تقدم أي شيء لملف جمعة الكرامة في الوقت نفسه الذي يعني نجد شباب الثورة قابعين في السجون بتهمة تفجير الجامع، جامع النهدين الذي يعني اتهم فيه شباب أبرياء، ما زال منهم خمسة إلى الآن، إلى الآن يعني، وهم متهمين بهذه التهمة، يعني أناس أبرياء يتهموا بتهمة تفجير النهدين، وهي تهمة يعني ضد يعني لصالح صالح، وما زالوا مسجونين، والذين يعني قتلوا شباب الثورة تم تسريبهم وأيضا الإفراج عنهم بطرق أو بأخرى، وهناك ملفات سياسية، يعني ما هذا التناقض؟ للأسف الشديد النظام الانتقالي يمكن القول أنه ضالع بشكل مباشر في هذا النوع من الانتهازية التي مورست ضد ثوار التغيير، وكان جزء من هذا التواطؤ يهدف إلى تميع ملف القضية. كان هناك أشبه بصفقة سياسية، أنا أعتقد أنها جزء من التزامات رأس النظام الانتقالي وهو عبد الرب منصور هادي أن يجري تغطية أو احتواء هذا الملف تماما، مثل ما حدث بالنسبة للجنة تقصي الحقائق التي أوصى بها فريق مجلس حقوق الإنسان الذي زار اليمن على إثر مجزرة أو محرقة ساحة الحرية بعدن بتعز. هذه اللجنة لم تتشكل. أيضا ملف قضية جمعة الكرامة لم يتحرك، كان من الواضح أن هناك غرض سياسي وكان هناك دور سياسي تورط فيه النظام الانتقالي للأسف الشديد. إذن ينضم أيضا معنا الأستاذ نبيل الفقي وهو أحد أقرباء ضحايا الكرامة. مساء الخير أستاذ نبيل. السلام عليكم أخت آسيا. وعليك السلام أستاذ نبيل، نود أن تحدثنا عن هذه الذكرى وما الذي تعنيه لكم كأسرة شهيد. أولاً أمسيك أخت آسيا ومسي الأخ الكريم الكاتب المحلل السياسي ياسين التميمي ومسي المشاهدين الكرام. أولاً قبل أن أتكلم عن جمعة الكرامة أحيي النساء الذين خرجنا اليوم في صنعاء لإحياء ذكرى جمعة الكرامة، وهو موقف بطولي بامتياز هؤلاء النسوة. خرجنا من براثين و يعني كسرت حاجز الخوف هؤلاء النسوة ليحتفلنا بالذكرى الخامسة لمجزرة الكرامة. مجزرة جمعة الكرامة أسقطت شرعية صالح وأثبتت أنه لا بقاء لمن يقتل شعبه. جمعة الكرامة والشباب الذين خرجوا حولوا علي عبد الله صالح من رئيس دولة إلى زعيم عصابة. مجزرة جمعة الكرامة أختي الكريمة كان الشباب أنقياء طاهرين خرجوا كل سلاحهم هو كلمة ارحل والشعب يريد إسقاط النظام. هؤلاء الذي أزعجت صالح وإيقظته من مفجعة، لو خرجوا بالسلاح لكانت هلل علي عبد الله صالح وفرح لأنه دموي وفضحته أنه دموي. مجزرة جمعة الكرامة هي من دفعت الشرفاء والوطنيين في القوات المسلحة والأمن لإعلان تأييدهم الثورة. مجزرة المقلوع لم يشبع من دماء الشعب، ما زال يمتص من دماء الشعب لأنه هذا وجهه الحقيقي. شباب جمعة الكرامة كشفوا من هو علي عبد الله صالح للشعب. الشباب الذين خرجوا كانوا يريدون وطن آمن للجميع لكل مني. كان هدفهم نبيل، كان هدفهم سميح، لكن كان في الطرف الآخر ناس لا يرحمون. طيب نبيل، ما الذي جد في ملف ضحايا جمعة الكرامة؟ ما الملف، كل الملفات موثقة و لكل الشهداء، وفيها التوكيلات لمنظمات هود بأسلحة. وللعلم قد تم السيطرة على مؤسسة الوفاء الذي كانت توثق أول بأول لكل الشهداء، وتم سرقة الملفات وأعيد الملفات والتوكيلات لمنظمات هود، وما زالت القضية وفيها توكيلات للنيابة وغيرها. لكن للأسف كان هناك تلاعب كبير بجمعة الكرامة. من قبل من هذا التلاعب؟ كان التلاعب من قبل الحكومة الانتقالية، وكذلك كان التلاعب
من الدورة الحكومية الذي أتى على أنقاض صالح، كان الأساس هو أن يتبنى هذه القضية، لكن للأسف أنه تم التلاعب به، وكنا نحن سكوتنا نقول إذا كان سكوت مقايضة سياسية من أجل مصلحة البلد فمن هذا أساسا الشهداء سقطوا من أجل هذا، من أجل أن يخرجوا اليمن إلى النور. فإذا كان في مقايضة بجمعة الكرامة من أجل مصلحة البلد فنحن لا نمانع، لكن كانت هناك دور سلبي وكانت تحركات من تحت وخرج القناصة وخرج بما فيهم، كانوا للأسف موجودين مع بالفرقة الأولى مدرع كما صرح لنا وكما قلنا، لكن وجه التلاعب ليس من الفرقة فقط لكن من الدورة الحكومية الذي كان الأبرز آنذاك. جمعة الكرامة عندما نتذكرها نتذكر الشباب الطاهرين. أنا إذا جيت أتكلم عن شخصي عن الشهيد نشوان الفقيه، ثاني شهيد سقط على الجدار الفاصل، اتصلت به قبل أن يسقط شهيدا قبلي بساعات، قال يا أخي الكريم إذا لم نضحي بأنفسنا فلا معنى لهذه الثورة، ستظل ثورة سياحية إذا لم نضحي من أجل هذا الشعب. وله وصية كتب في إن سقوطنا أو استشهادنا لا تنشغلوا باستشهادنا إذا استشهدنا، ولكن انشغلوا بثورتكم. يعني كان هدفهم نبيل ونقي جدا. نعم. كل الشباب الذين سقطوا على ذلك الجدار العنصري القذر الذي حل على اليمنيين. نعم. إذا نبيل حل على نظام صالح وكسر عظامه. نعم. رحمة الله عليه نشوان، ربما كانت كلمته حقيقية بأن هذه الثورة أو بهذه الدماء هي من أشعلت دروب الحرية أمام الثوار. شكرا جزيلا لك نبيل الفقيه، أحد أقرباء ضحايا جمعة الكرامة. اسمح لنا أستاذ ياسين وأيضا السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء، كيف تجد يعني سرعة صالح في اتهام أهل الحي؟ لماذا خرج واتهم أهل الحي مباشرة؟ يعني حتى قبل البدء بالتحقيق، ما رأيك بهذه النقطة؟ طبعا هو له كان مداخلة في إحدى المقابلات التلفزيونية، وقال من حسن الحظ أنه لم يتورط للجيش ولا الأمن ولا أنصار المؤتمر الشعبي العام. هو كشف الخطة المحكمة المحبوكة بشكل جيد في جمعة الكرامة، لهذا كان نفذت العملية على هذا النحو. وطبعا العملية نفذت بإشراف الأجهزة الأمنية كلها وبإشراف أقارب الرئيس المخلوع صالح وبإشرافه شخصيا، ولكن أنا في تقديري أنه في الوقت الذي كان أو أراد أن يظهر للعالم بأن ما حدث عبارة عن اشتباك بين سكان الحي وبين الساحة، فضح نفسه أكثر مما دافع عن نفسه، لأنه في عملية كهذه ظهر مربكا في ذلك اليوم، استدعى إلى اجتماع طارئ في دار الرئاسة، استدعى كبار رجال الدولة، ثم دفع بوزير الخارجية ليتحدث، وزير الداخلية ليتحدث. وزير الداخلية ظهر وكأنه لا يعلم شيء في الأمر، حاول أن يبرر، اتخذ في نفس اليوم قرار بإقالة الحكومة وإعلان الأحكام العرفية، مما يعني أن علي عبد الله صالح كان يدرك أن هذه العملية السياسية بامتياز، الجريمة السياسية بامتياز، سيكون لها تبعاتها. كل الإجراءات التي اتخذت بعد العملية مباشرة، وهناك مؤشر آخر أيضا، أنه في الوقت الذي انسحبت فيه قوى الأمن من محيط الساحة لإفساح المجال للقناصة ليقوموا بدورهم، عادت هذه الأجهزة عندما تمكن المتظاهرون من الوصول إلى مطلقي النار واعتقال بعضهم، لهذا عادت قوى الأمن لكي تؤمن هروبا آمنا للأفراد الذين قاموا بالهجوم على الساحة. كل هذه المؤشرات تدل بشكل قطعي على أن العملية رتبت بإشراف أجهزة الدولة، وبالتالي الإشكالية هنا الناس الذين ذهبوا إلى النيابة، البعض من القانونيين والناشطين يعتقدون أن هذا كان عملا خاطئا، كان يفترض أن يكتفي الناس بجمع الأدلة
وبالإبقاء على المتورطين كقرائن يمكن الاستعانة بها عندما تحين اللحظة المناسبة لإجراء محاكمة عادلة، لأنه في ذلك الوقت كان هناك جهاز قضائي متواطئ وكانت الادعاء تصالح في تلك الفترة. ماذا عن أنهم قالوا أنهم تم تسليمهم للفرقة في ذلك الوقت؟ يعني الفرقة يعني يومين وأعلنت الفرقة الفرقة كما علمت أنا من رئيس نيابة المنطقة العسكرية الشمالية اللي هو الدكتور عبد الله الحاضري تصرف كوكيل نيابة في أثناء الحادث، ولهذا طلب منه إيداع المعتقلين في السجن، في سجن معروف، وتمت الأمور على هذا النحو. على كل حال شابت هذه العملية الكثير من الأخطاء، كان الجميع مربك ومتفاجئ أن يحدث يعني قتل بهذه البساطة عيانا بيانا أمام الناس قنص وهم يؤدون صلاة الجمعة، يعني كانت يعني لحظة فارقة وصادمة بالنسبة كان الهدف أن ينسحب الناس في لحظة ارتباك من الساحة، ثم تأتي قوى الأمن فتسيطر على الساحة، لكن هذا لم يحدث. المفاجأة حدثت هنا، هو أن المتظاهرين قاموا اقترحوا بطولة أنا أعتقد لا يوجد لها نظير. يعني اقتحموا الجدار، كسروا الجدار، اعتلوا أسطح المباني، وكان يعني من قبضوا من ضمن الحكايات، يعني أحد الشهداء وأنا أعرفهم جيدا يعني وأعرف أسرته، يعني كان من ضمن الشباب الذين يعني كانوا يصعدوا إلى الدرج لإمساك أحد القناص، يعني يسقط الأول فيأتي الثاني يسقط وهكذا يتدافعون، يعني وهم يجدون من أمامهم يسقطون. كانت ملحمة مطولية نادرة، كانت الشجاعة كلها في مقابل الغدر كله. صحيح. الغدر المسلح بأحدث الأجهزة، يعني تخيلي إشعال الإطارات، هل يمكن أن نقول أن هذا من تدبير سكان الحي؟ أبداً. لا يمكن. كان الهدف هو أن يبقى القناصة في مأمن من التعرف عليهم، فيؤدون عملهم بدون أي إرباك. لكن الذي حدث أن المتظاهرين كسروا الجدار ثم ذهبوا باتجاه مطلقي النار وأفشلوا الخطة تماماً. عندما فشلت الخطة بدأت الإجراءات السياسية تتم. كان علي عبد الله صالح يريد حتى من عندما اتضح أنها جريمة وأن علي عبد الله صالح هو الذي أشرف عليها، بدأت الاستقالات، وكان أخطرها طبعا استقالات الرجل الثاني في النظام وهو علي محسن، وهذا موقف طبعا محسوب له لأن ضميره ربما لم يحتمل هذه الجريمة الدموية الكبيرة، ولهذا هناك معلومات تقول أنه ذهب إلى وهدد وقال أنه إذا لم يكن هذا الأمر قد تم بتوجيهات من الأجهزة الحكومية فنريد الذين قاموا بهذه العملية. وعندما هناك أيضا يعني بعد اتهام الحي أستاذ ياسين، يعني هو حين خرج صالح متبجحا يقول يعني أهل الحي متضايقين منهم وهم الذي عملوا هذا الشيء، أهل الحي ربما يعني كان هناك مخططات نتذكرها جيدا ببناء الجدران، بطبيعة الحال من يناصرون صالح في تلك الأحياء، يعني نحن لا نريدكم أنتم، فقاموا ببناء هذه الحواجز، بدأت المضايقات قليلا حتى يعني لو تم اتهام أهل الحي يصدق الناس، ولكن أهل الحي في تلك الفترة ساءهم أن يصل الأمر إلى الدماء، وخرج كثير منهم يقولوا يعني نعم ليس لهذا الحد، يعني حتى الجدران التي أقيمت لم يقيمها على الحي، تمت بإعازات تم بإعاز من سلطات المخلوع صالح. أنا أعتقد أن هناك من سكان الحي من يتبنون موقف علي عبد الله صالح، من يؤيدون علي عبد الله صالح ومتحمسين علي عبد الله صالح، لكن لا أعتقد أن أي من سكان الحي وصل إلى مرحلة أن يخطط لمواجهة، لأنه لأسباب موضوعية أيضا لا يمكن لسكان الحي أن يواجهوا هذا الحشد الهائل من الناس. أنا أعرف ناس أستاذ ياسين يعني كانوا مع النظام وحين سمعوا بقنص الشباب غيروا موقفهم، اتجهوا فورا إلى الساحات، يعني لن نقبل أن يصل الأمر إلى هذا. ما حدث كان عبئا أخلاقيا، ولهذا أنا أعتقد كل التدابير التي حاكها علي عبد الله صالح بإحكام فشلت، ولهذا تحولت جمعة الكرامة إلى 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 أيقونة إلى إلى أيقونة، وتحولت إلى مناسبة للتفكير بالمجرم الحقيقي. نعم. تحولت إلى دافع قوي جدا للإطاحة بعلي عبد الله صالح وإنهاء دوره السيء في اليمن. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ مراد إسماعيل الكاتب والناشط الإعلامي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مراد.
مساء الخير لك أخت آسيا وللزميل ياسين التميمي وللسادة المشاهدين والمتابعين جميعا. أهلا بك أستاذ مراد. بداية أستاذ مراد، ونحن في الذكرى الخامسة لجمعة الكرامة، هل تجد أنه حصل خذلان لشهداء الثورة من قبل شركاء هذه الثورة من وجهة نظرك؟ في البداية نود أن نترحم على الشهداء الأبرار الذين قضوا في ذلك اليوم المبارك، يوم الكرامة 18 من مارس عام 2011، والترحم لكل الشهداء الأبرار في مسيرة النضال الوطني منذ أكثر من 50 عاما وحتى يومنا هذا، الذين يناضلون في درب الكرامة، كرامة هذا الشعب وهذا الوطن. ثانيا، بالنسبة لسؤالك أختي الكريمة، أنا أعتقد أنه الخذلان حصل في أكثر من جهة، سواء لما يتعلق بشهداء جمعة الكرامة ولسائر المشاريع الوطنية البناءة التي أراد شعبنا أن تكون محطة الخلاص من معاناة طويلة، ولكن لا نريد أن نكون مثاليين، هناك أسباب كثيرة موضوعية وأسباب سياسية متعلقة بطبيعة البلد، متعلقة بفرقاء السياسيين في البلد، بالظروف التاريخية، ملابسات كثيرة لا يمكن أن نحصرها في هذه الليلة فقط. نعم. طيب أستاذ، يعني ماذا يجب على الشباب القيام به من أجل الوفاء لشهداء مسيرتهم النضالية؟ أولا، أنا أدعو كل يمني إلى مراجعة البرامج الوثائقية الخاصة بتلك المجزرة الشنعاء، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالجانب القانوني لتلك الجريمة. تلك الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم. الأولوية الآن هي بناء دولة النظام والقانون التي يمكن من خلالها تقديم القتلة للعدالة، ولذلك مجرمو الثورة المضادة يحاربون قيام تلك الدولة المنشودة، لأنهم يعلمون أنها ستقدمهم للعدالة. وكانت أولى خطوات المخلوع بعد تلك المجزرة هو الضغط على النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي للاستقالة، وكذلك لأحد قضاة النيابة المتخصصة الذي كان يتفق مع النائب العام السابق في موضوع هذه الجريمة النكراء. نعم. ندعو الرأي العام اليمني ألا ينسى تلك الجريمة، وأن يبادر بإذن الله عز وجل في الغد القريب إلى فتح ملفاتها من جديد في ظل دولة تحترم القانون. تلك الجمعة الدامية كانت البداية المبكرة للثورة المضادة بقيادة المخلوع وبلاطجته. حاول المخلوع وبلاطجته في تلك الثورة المضادة صد الثورة السلمية بالعنف حينا وبالاختراق أحيانا كثيرة. نعم. طيب أستاذ مراد، يعني هناك كثير من الفعاليات التي تقام لأجل إحياء جمعة الكرامة، وربما تحدث معنا الأخ نبيل بأن هناك خرجنا مجموعة من النساء اليوم في صنعاء للاحتفاء أو لاسترجاع هذه الذكرى رغم كل الأحداث السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد الآن. ما أهمية تخليد هذه الذكرى أستاذ مراد برأيك؟ والله يا أختي أنا لا أعدها ذكرى، إذا لو جينا للحقيقة هي قضية ما زالت إلى اليوم. نعم. فالثورة المضادة التي قامت بتلك الجزيرة المجزرة الشنعاء هي التي انقلبت مؤخرا على مخرجات التسوية السياسية التي عقبت الثورة السلمية، ومات على هذا الانقلاب من دمار حتى اليوم. فمعركة الكرامة للشعب اليمني أنا في تقديري أنها ما زالت إلى اليوم، وبالتالي لا يمكن نسيان ذلك اليوم المشؤوم، ويمكن أن يطويه النسيان. لا أرى أن يطويه النسيان، ولكن أرى أن الرأي العام الواعي في اليمن ما يزال يضع تلك الملفات المهمة في نصب عينيه، ولكن الفرصة المناسبة للاقتصاص من القتلة لم تحن بعد. فالأولوية كما قلت لك هي بناء دولة نظام وقانون. نعم. يمكن من خلالها تقديم المجرمين إلى العدالة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مراد إسماعيل الكاتب والناشط الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين. برأيك أستاذ ياسين، هل حصل خذلان من قبل النخب السياسية لشهداء جمعة الكرامة؟ يعني من الصعب الحديث عن الكلام بهذه الصيغة، بمعنى أن النخب السياسية هي التي اتخذت جمعة الكرامة. الخذلان أعتقد كان سياسيا، وكان يندرج ضمن خطة سياسية متكاملة لإحتواء تيار التغيير في اليمن واحتواء ثورة 11 من فبراير. كان مقابل أن يتنازل المخلوع صالح عن السلطة، كان هناك اتفاق ربما
تدخل أطراف إقليمية ودولية لاحتواء مثل هذه الملفات. ونعتقد أن منح المخلوع صالح الحصانة يؤكد هذه الحقيقة. ما كان أحد لا من الأطراف الإقليمية يريد أن يمضي ثوار اليمن إلى نهاية الطريق ويعني ويشترحوا معجزة التغيير عن طريق الثورة. نعم. طيب أستاذ ياسين، يعني تم القبول بالحصانة ربما يعني تحت ضغوط كثيرة والشباب كانوا رافضين لها تماما، ولكن لما لم يكن على الأقل حصانة ومنع من ممارسة العمل السياسي؟ الآن يعني أعطيت له الحصانة وظل ممارس الأعمال السياسية، ورأيت ما الذي أحدثه في البلاد بعد ذلك. هذه طبعا واحدة من المداخل السيئة في اتفاق المبادرة الخليجية، ونحن نتوقع مثل هذه السلوكيات، وقد رأينا فيما بعد أن هذا أنه كان أيضا جزء من مخطط احتواء الثورة 11 من فبراير وإفراغها من مضمونها من خلال دعم ثورة مضادة ناعمة، لكنها سرعان ما تحولت إلى ثورة دموية. لا زال اليمن اليوم يغرق فيها، والأطراف التي حاولت أن تقدم لها إسناد في يوم ما اليوم جندت كل ما لديها من جيوش لهزيمتها. أنا أعتقد أن ما يحدث اليوم هي يعبر عن طهر الدماء التي سالت في جمعة الكرامة. الظلم الذي وقع على شهداء جمعة الكرامة وعلى جرحى جمعة الكرامة نراه اليوم في الذل وفي سوء الخاتمة الذي آل إليه المخلوع صالح وأنصاره وكل من وقف معه، والحوثيون الذين تمالؤوا وتآمروا وساندوا خطته في الثورة المضادة. لأن ثوار جمعة الكرامة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل التغيير ما كانوا يطمحون سوى إلى إنجاز هذا التغيير وإلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم. دماؤهم ثمنها المناسب كان كما قال المتحدثين قبلي هو تحقيق أهداف ثورة 11 من فبراير. وعندما تم الالتفاف على يعني ثورة 11 فبراير وعلى أهدافها رأينا كيف سارت الأمور وكيف آلت الأمور، حتى كدنا أن نفقد الأمل في كل شيء بعدما رأينا الثورة المضادة تكاد أن تحقق أهدافها لولا هذا التغير المفاجئ في مسار الأحداث. وأنا أعتقد أنه هذا سر جمعة الكرامة وسر الدماء التي سقطت في جمعة الكرامة. بقي أن أقول بأن المخلوع صالح ربما لو كان يعلم أن جمعة الكرامة ستحدث كل تلك التداعيات التي أطاحت بحكمه وأنهت فرصه في البقاء رئيسا بفعل ثورة التغيير لما كان خطط لها ولما كان نفذها. أنا أعتقد أن سقفه في القتل كان أكبر بكثير من هذا. ولكن في ذلك الظرف لم يكن يسمح له، لأن علي عبد الله صالح أيضا لم يكن يحظى بالاحترام من المجتمع الدولي ولا من المجتمع الإقليمي. ولهذا أنا أعتقد منذ اللحظة الأولى كان هناك مخطط لاحتواء الثورة واحتواء علي عبد الله صالح. أستغل آخر دقيقة من البرنامج، يعني كلمة الحصانة أصبحت مفزعة للشعب اليمني لكثير من أفراده. يعني هناك خوف أيضا أن تمر جرائم الانقلاب التي حدثت الآن والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين بحصانة أخرى تحت وفاق سياسي، هل يعقل ذلك؟ قد يحدث هذا، ولكن أنا نستغل هذه المناسبة اليوم لنقول أنه الناشطين اليمنيين الحقوقيين في الخارج لديهم مخارج كثيرة لإحياء ملف جمعة الكرامة وغيرها من المجازر التي ارتكبت بعدها. هناك مداخل، أولا إثارة قضايا أمام المحاكم الخارجية، دفع الحكومة الشرعية التي تقاتل المخلوع صالح ولديها اليوم المبررات الكافية لكي تلغي الحصانة عن علي عبد الله صالح وتحيي هذه الملف من جديد، لديها أيضا صلاحية لكي تفوض محكمة الجنايات الدولية لكي تقوم بهذا الدور. أنا أعتقد أن مهمة السياسيين والناشطين والمؤمنين بقضية التغيير والثورة هو الضغط على حكومة عبد الرب منصور هادي لنرى ما إذا كان عبد الرب منصور هادي يحترم دماء ثوار الكرامة أم لا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. شهداء الكرامة لن ننساكم وإنا على دربكم لسائرون. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.